على طول على طول على طول على طول على طول على طول. انا كده تمام. واحنا قللنا دي ولا ما قللناش؟ ولا احنا عملنا ايه في عيشتنا؟ وحيد وسط الكون بين الكواكب والنجوم. تي 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 بي تي تي بي. ايه ده، انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ صباح الفل يا مريومة، عاملة ايه؟ باشا، وانت طالع على انهي صفحة؟ معلش انا دماغي على الصفحة القديمة. انا مكمل على الصفحة القديمة، يعني مش مك... يعني ها بص على الصفحة القديمة. بقالي كتير ما شفتكش. ايوه على فكرة، ايوه بقالك كتير ما شفتنيش. جدعان بقى، يا جدعان جدعان جدعان. يا ندى تسلمي لي على اللباية. طلع لسانك ورجه كده وصح. انا صح على فكرة، انا فايق جدا. يعني انا ممكن انام، ممكن انام امتى؟ ممكن انام، ممكن انام متأخر. يا كرولوس تسلم لي على اللباية، يا سلمى تسلمي لي على اللباية، يا مرسي تسلم لي على اللباية. يا باشا انت بتقول انا لسه فاهمك، انا مية مية. يا اجر تسلمي لي على اللباية، خد لف انا رايح انام. حبيبي يا كيرو تصبح على خير يا قلبي. حبيبي مرسي تسلم لي على الشراء. اخواتي 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 اخواتي، صباح فل صباح فل يا حوكشة. طبعا مش السيرفر بتاعنا ده، انا ازعل زعل. يلا الحمد لله الحمد لله. هل تفتكروا اللعب الصبح هيبقى مختلف عن اللعب بالليل؟ صبح صبح يا هاجر، عاملة ايه؟ ولا كل واحد كل واحد صح؟ الواحد ربك هو الواحد. هتتعمل بطاطس، انا واثق ومتأكد من هذه المعلومة. انا نازل لوحدي في الهدوء في الهدوء. يا لم يا ابني، لم يا ابني، لم يا ابني، لم يا حبيبي لم. لفار كل واحد كل واحد، بس لو معاك الصيوح هتعمل منك بني. مين الصيوح؟ فايقين لك. بس انتوا ايه، انتوا ايه؟ فقولي كده وروقولي كده. لا حظك حلو، احنا نايمين وصاحيين. خلصان، يلا يلا جهزوا كده، انا مستنيكم. لويتنا اللوت الحلو. مش هقول، عارفه اللي هيحصل لو قلت. جبن 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 جبن. يا سلام يا يا ولا يا زعيم يا ولا يا زعيم. بس احنا نخش بقى نشوف المشاكل فين، وندور لنا على مشاكل ونعملها. تعالوا السيرفر، طيب تعالوا عندي يا جدعان، لو خلصتوا تعالوا. لف مين اللي قاعد؟ اللي قاعد في اللايف يعمل لفاية.
واللي مش قاعد واللي قاعد وعامل لافايا خد خد يا ابني بايدي يا ابني. انا ايه البنج، البنج عالي قوي يا جدعان، 68 يا لهوي. وانا بقلب يا جدعان بقول لكم ايه، وانا بقلب من كام يوم كده لقيت نفسي كنت منتج ليا فيديو سنة 2019 او 2020 حاجة كده وانا بلعب بابجي. بجد ايش ايه ده، ايه العظمة دي، ايه العظمة دي يا جيهة دي، ايه القرف ده، ايه ال ايه ال ايه ال ايه فين اللقطة اصلا. انتوا فاهم، انتوا فاهمين حاجة، اللعبة كان شكلها غريب والموضوع كان غريب اوي والله. المهم بقى يا ده مرسي، قمت كده ايه من شويه كده كنت جعان، ببص كده في المطبخ ما لقيتش لا في التلاجة حاجه ولا في المطبخ حاجه، قمت عامل لي كي لقيت كيس شعريه كده، قمت عامل شعريه بالسكر وحاطط عليها شويه لبن. عداله حاجه، عداله اقسم بالله. هو في احلى من كده؟ مفيش احلى من كده يا ابني. استنى بس انظف الملفات بتاعت الابديت، ما فاهمش حاجه بس ماشي. نظف يابا، نظف نظف يا والله العظيم يا حكشه، عملت شويه شعريه بالسكر واللبن يا اختي. الولد جه ده رايق 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 والله العظيم. انتوا محتاجين تبقوا رايقين الرواقه بتاعتي. هو انا هفضل اقضيها جري كده بجد، شغلش تراك كده وابلع كوبي رايت رايق؟ طب ما تيجي انت السيرفر عند، استنى جيلك. ما انتوا مشغلين اغاني، ابلع كوبي رايت. اوه يا حبيبي ازيك يا خلوزي، طب ده نخطفه ازاي؟ معهوش سبايدر. هو شافني؟ ده بيمشي من المدينة. لا ده معاه سبايدر. تعالى شلت لك الاغاني مع ان انها اغاني رايقه يا عم. هي على رايقه ولا مش رايقه؟ تفتكروا ان هو ممكن يرجع هنا تاني؟ انا جيت، هو ممكن يرجع هنا تاني؟ اه لا لا ارجع مش هنا، ممكن. هنا هنا رواق، هنا رواق. لا لا مش انا، الولد. انا مش شايف الولد لسه ما هو الولد جري جري خلاص. طيب يا ولا، تعالى يا ولا، تعالى خلي نهارنا سيبه ابيض. سيبه يتكل على الله، ملناش دعوة، ملناش دعوة. يا اه حوشة، انا عايزة شعرية. عايز عايزة ايه؟ ايه؟ شعرية. شعرية داي. يا رب يا رب، انا اللي مطلوبة يا رب، بنتي تطلع لدغة كده. اه الوضع غير مسر، غير مسر، غير يا بوت ولا بلاير؟ بوت. اهلا مسا عليك، تعالى بقى. ولا انت هتعرف من الكل مسج بتاعتي؟ هتعرف من الكل مسج بتاعتي. اه ايه اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لكني أسألك اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لكني أسألك اللطف فيك. يا عيني ده اتصدم. أقسم بالله أنا لو مكانه، أنت عارفة، أنت عارفة أنا كنت زماني عملت إيه؟ انت بعده جيها اللي بعده تعيط خش يا اخوي، مستا، خش خش تسلم لي على اللفه والشرات. انا استع وانتوا مش جايين؟ يا ابني، انا بنظف الملفات. بص يا وجيه، بص يا نظف وجيه، الملفات، بص على نظف الشيخ، الملفات.
نظف الملفات، نظف الملفات، ملفات ايه يعني؟ الجهاز هينضف. بص كده. ايه ده يابا؟ ده ملفات السيستم بشيلها، ليه؟ الابديتات اللي هي الابديتات، الملفات اللي بتبقى زياده بشيلها من على الجهاز ليه؟ عشان ما تقليش الجهاز على الفاضي. اضحكوا على نفسكم انتوا بالكلام ده. ماشي. ماشي، لا انا بضحك على نفسي. ماشي اي ابلع جيه بلعت، خدت في نص دماغي خلاص. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ انتوا شمتني، ما تيجوا ايه الشماته دي؟ ادخل الاقي تخفيل. الحمد لله يا ابني. هو انا بموت؟ هو انا يا جدعان بموت غير كده يعني؟ هو جديد عليكم؟ لا اله الا الله. بص، انا بدأت اشك فيك من اللي انت بتبعته لها البنش. احنا لايف يا جدعان، انا بتكلم في كلام عادي، في ايه مالكو؟ انا هشك لا اله فيك الا واللي الله. انت بتبعته لي وكلام مش نافع اي يعني. يا عم، هو الراجل بيكلمني في بيكلمني في موضوع محدش عارفه غير انا وهو، انتوا في ايه مالكو؟ طب انت يعني بتثير الجدل يعني؟ بقول لك كده سيرفر مش مصريين، احنا ما بنلعبش سيرفر ايه ده؟ سيرفر ما مصريين. احنا اس ام بي شفناش سيرفر زعبولة. مصريين. مين اس ام بي زعبولة؟ احمد محمد. تسلم لي. الله فايا. في ايه؟ لا على حاجة، اصلا شفت الكومنت بتاع مصر. وانا ليه شاكك ان اللي على الطيارة ده سعدول؟ لا والله لا طبعا، هما بقى هما مش في اس ام بي اصلا صح؟ هو اللي مؤسس الاسم دي اصلا. ايوه ما بقاش فيها يعني. مش الله فارقه اعلم ده. انا حبيب صحيح. حبيب ابو حميد اخويا، اخوات اللي قاعد ومش عامل لفايه. هلا سواه بالشمعة في ايده. انا بقول لكم اهو ماشي صباعك واجهني. ده اخر مرة، ايه؟ انا اخر مرة سمعت الكلمة دي كنت في ابتدائي، ممكن بالله. ايوه في ابتدائي، بس الشمعة ما كانتش هتبقى في ايده. ما كانتش في ايده. ايوه كنت انا عايز اقوله. احنا كبرنا دلوقتي، ما بقيناش حمل الحاجات دي. احنا لايف، احنا لايف يا جدعان، احنا لايف. يقولوا علينا قلالات الأدب مش متربيين، احنا متربيين أو احنا ما ينفعش نقعد مع بعضينا. بس عيب. اي صح، استغفر الله العظيم، الثانية اللي الله قاعدة العظيم. هتموت وتقول مش في ايده، ماسكة نفسها في العافية. بص على الطرشة. عم على حوكشة، ايده دي. عم حوكشة. ناي. انا اسيب المحاكي يفتح. احلى مسا عليك يا زميلي. دي واحده دخفيله من اللي انا باخده. ما تنحش ما تنحش، لسه واخد زيها الجيم اللي فات. اصحى معايا ما تنامش. بص بص بص، يا يعني تامر في تسلم لي على الله فاي. ايه؟ استنى 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 استنى، ارجع بس للشيت. ايوه علشان سبحان الله. تيجي بص، تاني. لك ان تتخيل انه مريم بتعاير احمد، بتقول له بس يلا يا 93. مين اللي 93؟ ولا 93 ده يعني ايه؟ اكيد مش هل البلاد يعني. 93 دوت، هل 93 دوت اللي هو مواليد لا 93؟ لا 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 لا، اصل لو مواليد 93 كنت انا اللي هدافع عنه بصراحة، لان ده اخر الجيل اللي هو الجيل النضيف، انت فاهم؟ بالنسبة ل 94 كخة. مش فاهمك يعني. يعني انت جيت على السنة دي صح، انت دوست طلع على الجرح ليه؟ لا يعني الجيل اللي هو ايه عاقل ده. 94 94 I got supplies. ايوه تعال 94. انا 2004. الله يقويك يا حبيبي، الله يقويك. طبعا لا 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 قوي.
تسرقت كليتي وجريت يعني؟ تعيني يا مريم، انا مش فاهم، وضح لي. لا يا ابو حميد، كل جيل فيه وفيه يا اخويا. لا اكيد ما يوصلش كده، ما انا في الالفينات برضه، ما تهزروش. سباك، انا سباك. خد الحساسية بسرعة يا وجه. والله جامد، والله جامد يا رجاله. ابيض وتسلم لي على اللفاية. يا ابن اللعيبة يا جيحة، يا ابن اللعيبة، يخرب بيتك يلا، هتبني ديون. انا مش شايفاه اصلا، انت جيت. هكر 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 هكر. صباحك عسل ابيزو اخوي. العيال دي بتفايت. ازعابي تسلم لي على اللايكاي اخواتي. ازعاب ولا العيال دي بتفايت، انا ماليش دعوه. ليه بقى ماليش دعوه؟ هما طبعا هيسرقوا كلايتي والكلام ده كله، ماليش فيه ماليش فيه. انا عايز الوت، انا معايا 40 كوين اشتري بيها بقى ايه؟ ذخيره. ايه ذخيره؟ نافع. طب البوتات دي ملحقهاش؟ ملحقها ولا ده مش بوت وعامل اهبل؟ ده شكله مش بوت وعامل اهبل. ارجع تاني يا ابن المدينة، ارجع يا ابني، هتموت يا ابني وتموتنا معاك يا ابني. محدش عايز يبوش عليا؟ هو اللي انا بقرا ده صح؟ بجد يا جدعان؟ في ايه؟ اصل مريم بتقول في مود جديد الخرايط اللي هي واو دي سنايبر ضد بعض، بتبقى متقسمه جولتين وكسبته بمجموع 93. ده بجد؟ 93 كلايه؟ ايه الرقم ده؟ زعبولة القلة، زعبولة اللي وحشني، المختفي. صباح الخير يا واد. ايه ده؟ لا لا لا، مش سامع مش سامع، مش وقته. في ايه؟ اه ده بوت. في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ دخلت طلقتين وجري. اصل ايه حد بيبش ومره واحده المدينه بقى عماله تعمل اصوات غريبه وبتاع. انا هنزل كده، استنى ثانيه ثانيه. استنى استنى استنى، هو ليه بيعيد الكلام 900 مره؟ اه صح. ثانية 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 ثانية. الله الله ومن شوية. استنى استنى استنى. يا جماعة اللي عايز كود الحساسية في البانيو. معلش يعني. ما تبشوا عليا بقى. العبوا معايا يا ولاد. يعني ايه حزق مين انا؟ ايوه انا حزق. سولو سولو سكواد، لازم ابقى حزق. طيب بصراحه اكسب بقى الجيم. ليه اكسب جيم سولو سكواد؟ ليه باتمان 93؟ ايه يا احمد الرقم ده؟ تكسبك 93 يا ابن اللعيبة. انا ليه حظي وحش؟
انا هموت دلوقتي دلوقتي حالا. لا دلوقتي خلاص انقذت نفسي، انقذت نفسي. طب انا راح افتح اللعبة بس. انت كل ده ما بتفتحيهاش؟ سنيك لما تموت دلوقتي. ما انا مش عارف اعمل ايه، معيش سبايدر. طيب طب اعمل ايه؟ خد الجلابية واجري. ما طلعش، ما طلعش، ما بيطلعش. طب ابص عليكم انا. طيب ما انا هبص اوبن كل ده، ما انا كده بنتحر، ما انا كده بنتحر. لا خسرانة. خسرانة لو بشيت طبعا. خش عليا بقى. ايه ده؟ يا دين النبي، يا دين النبي، يا كل دول. يا ولاد استنوا. انا بدمج بس، انا وظيفتي النهارده دمج، وجيه المدمج. ايه وجيه المدمج؟ ده اللي هو هو الرينجز والجو ده. تعبت، انا تعبت. بعمل ايه طيب؟ اسمي شعبان، ممكن العب معاك اجيه؟ طبعا يا عم زعاب، طبعا يا زعبولة. لا 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 لا، ما تقوليش ان النت فريم. اتفضل اتفضل اتفضل. ما هو نت ببلاش، هو نت ببلاش. ايه يا ابني، يا ابني انا ببص بكره يعني. ابديت الويندوز ده، اقسم بالله بكرهه. تعمل ليه ابديت ويندوز اصلا؟ مش ما انا فاهم. سيبه من غير الابديت يعني. ما انا سايبه بقالي سنه وشويه. ماله انت؟ الله، انت مش هرد عليك. ولا اديش، انت ما بتحرمش. خش عليا بعربيه ولا انت جريت ولا ايه؟ جريت؟ طب الكلاية. طيب انت ما بتحسش وجيه ان الجهاز عندك وانت بتلعب فيه لاج، بيليك كده، بيحصل فيه ايوه حاجات غلط؟ ايوه اعمل ميتين ام الابديت بقى، ما تقرفناش. لا مستفز ده وقع ده. استنى استنى يا صاحبي، استنى يا صاحبي. ابلع. كل حرفيا ما اشوف الصورة بتاعتك انا بتقتل، اقسم بالله بتقتل. انت هو مين فيك؟ يا بابا مستر بيتريق على الصورة اللي أنا حطاها. هو أنا محدش عايز يبص عليا ليه؟ يا عم ما تخليهم ما يبصوش بقى، خلينا أخلص أم الأبديت ده عشان أعرف ألعب معاك. جاي تعمل أبديت يعني؟ ما أنا مش فاهم برضه، هو ده معادي يعني تعمل فيه أبديت؟ أم الأبديت ده قبل ما تنام كده تعمل الأبديت كده الله وسايبه يهديها. نايم. إيه؟ جالي عليا. الله أكبر، انا عايز السنت، ماليش دعوه. جالي اعلان والله انا ما 15 بيجي، ثانية. انا ما بيجيليش اعلانات خالص.
اصرف بقى، جمع لي فلوس بقى، ما بقتش قادر، تعبت. انا بيجي لي الاعلانات دي عبارة عن كتابة، ما بيجيليش اعلانات اللي البانر هو ما يدخلني بيجيلكش اعلان. اه فيديو، لا عارف ما ليه؟ جاليش فيديو. تدري ليش؟ اه عشان ليه؟ انا فقر. ليه؟ ما انا بقلب. جالي فيديو اهو. الحمد ليه؟ لله الحمد انا لله جالي فيديو اهو. الحمد لله والشكر لله. اهو احمد ارد عليك جدع احمد والله العظيم، يعني هو ده ما عاد يتلعب فيه. يعني ده اللي ما عاد يتلاقي في، ما انا بطلع بقى لايف بالليل ولايف الصبح، في ناس بتبقى صاحية دلوقتي. ايوه احنا لسه صاحيين. بس ايوه فعشان كده بقى العب لهم والعب للناس بتاعت بالليل اللي في الليل. عشان بنبقى لسه صاحيين برضه. اي عشان دي مش مصحين بقى. يا جدعان ما في المدينة، ما تبوتش على ميتين أم يا عم ما تقعد. يا اسطى في عيال في البيت ده واتش اوت، وعيال في البيت اللي قدامي، وكلهم اقعد تيمات وانا بس سولو، ما بس تبوشوا. اقعد اقعد يا عم بقى اقعد، خلينا اخلص الابديت. هو بيعمل ابديت للنت فريم ورك دوت اللي هو بتاع الالعاب. انت فاهمه غلط اقسم بالله. انا في الشغل ومتابع والله قوي كذا. نهار ابيض يا جماعة، ده انتوا مش ممكن، ده انتوا مش ممكن، ده انا هجلط في المدينة والله. يا وجيه يا اخي بالسلاحين يا وجيه. اخد السلاحين اخد السلاحين يا وجيه. الراجل عمال يبعت في ستارز وده يقول لك السلاحين. والله يا ابني ما كنت فاتح اللايف. مستا فريدة فين؟ بص مستا هيقول له اسأل مرسي طب اوعى بقى، اوعى بقى. ايوه بقى يا اخي، ده انت مستفز. خلصت لي طلقي وخلصت لي حياتي. ان شاء الله يتفنش زون باذن الله. انا سامع صوت الصويت من هنا. لمي قرودك بقى، لمي قرودك بقى، جابوا لنا الكلام. على فكرة كده ما ينفعش، هو على فكرة كده ما ينفعش فعلا.